Good morning. How are you today? كيفكم اليوم يا سادس؟ Today we have a very easy and short lesson. يعني درسنا كتير قصير وسهل يا سادس. Okay. Today is Tuesday. The date is 16th of March 2021. We are in Unit 7, page 62. What's the title of our lesson? شو عنوان درسنا يا سادس؟ Compound words. Compound words اللي هي الكلمات المركبة. Compound words هي الكلمات المركبة. شو يعني compound words يا سادس؟ هي words كلمات have two or more syllables. Have two or more syllables يعني تتكون من مقطعين أو أكثر. هي كلمات يا سادس ما بتتكون من مقطع واحد، بتتكون من مقطعين أو أكثر، two or more syllables. هاي هي الكومباوند words. أكيد كتير بتمرق عليكم كلمات بتلاحظوا إنها بتتكون من كلمتين أو أكثر متصلين مع بعض. أوكي، look here to the examples. Here bedroom، خلينا نشوف bedroom. Bedroom يا سادس، bedroom خلينا نقسمها، هي بالأساس bed و room، صح؟ بالأساس bed لحالها كلمة معناها سرير، و room كلمة لحالها أصلا يا سادس معناها غرفة. أوكي، هلأ التنتين مع بعض لما أنا دمجتهم مع بعض شو صار معناها؟ صار معناها غرفة النوم. كلكم تعرف شو هي البيدروم اللي هي غرفة النوم. عرفنا يا سادس شو هي الكومباوند وورد. بيدروم is a compound word. كلمة بيدروم هاي كلمة مركبة لأنها مكونة من كلمتين بالأساس، بيد سرير كلمة، روم معناها غرفة كلمة، لكن لما يندمجوا بصير لهم معنى مع بعض اللي هو غرفة النوم. أوكي، look to the second word هون كمان. Fireplace, fireplace, fireplace. Fire لحال معناها نار. Place لحالها معناها مكان. أوكي، هلأ مع بعض يا سادس شو بصير معناها؟ بصير معناها مدفأة. مدفأة، عرفتوا؟ إذن هي مكونة من two syllables أو two words، مكونة من كلمتين، عشان هيك سميناها compound، سميناها كلمة مركبة لأنها بتتكون من كلمتين. الأولى هي fire معناها نار، الثانية place معناها مكان. مكان النار شو بطلع معناها لما يجتمعوا مع بعض؟ مدفأة. أوكي، now look here to the word notebook. Notebook، notebook هي بالأساس note. نوت يعني ملاحظات، صح؟ وبوك معناها بالأساس كتاب، صح؟ إذا نوت بالأساس معناها ملاحظات يا سادس، وبوك معناها كتاب. كتاب الملاحظات هيك يعني اللي هي مع بعض، نوت بوك مع بعض بيصير معناها دفتر. شو الدفتر؟ هو اللي احنا بنكتب عليه ملاحظاتنا. إذا نوت بوك بتكون من كلمتين، نوت معناها ملاحظات، بوك كتاب، لكن مع بعض نوت بوك صارت compound word كلمة مركبة معناها دفتر. look here sun. sun shine. sun بالأساس كلمة معناها يا سادس شمس. okay. shine بالأساس معناها شروق. إذن هاي compound word. compound word كلمة مركبة لأنها مكونة بالأساس من two syllables، مكونة من مقطعين من كلمتين اللي هم sun، sun اللي معناها شمس، وshine هي معناها شروق. هلا مع بعضهم صاروا one word، كلمة واحدة معناها شروق الشمس. هيك السادس فهمنا شو هي compound words. هي have two or more syllables، تتكون من مقطعين أو أكثر، يعني مش كلمة عادية السادس، لا، كلمة بتتكون من two or more words، بتكون من كلمتين أو أكثر متصلين مع بعضهم بيعطوني مع بعض معنى كامل. أوكي، okay.